السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجمل جمهور في الدنيا. أهلا وسهلا ومليون أهلا وسهلا في حلقة جديدة من مطبخ حورية. مطبخ حورية كالعادة بيفاجئكم كل حلقة بحاجة جديدة خالص. طب النهاردة هتعملي لنا إيه يا حورية؟ أعمل لكم صينية سمك خطيرة ما حصلتش. اللي ما بيحبش المقلي هيحبها، واللي ما بيحبش المشوي هيحبها، لأنها ميكس ما بين كل الحاجات دي، خفيفة وجميلة وصحية. والسمك اللي انت عايزاه هاتيه قطعيه وحطيه. اهم حاجة بقى في السمك يا جماعة ان احنا لما نيجي ننقي السمك من السوق ان احنا ننقي السمك طازة. طب نعرفه طازة ازاي؟ الجلد مشدود، الجلد بيلمع، العين تحس ان هي صحية. طبعا الخياشيم بتبقى حمراء لونها وردي كده، تعرفي ان السمك بتاعك ايه ما شاء الله طازة طازة طازة. هنعمل مع بعض بقى صينية سمك خفيفة تكفي 10-12 نفر على السفرة كده. يعني لو عندنا كيلو سمك نستغله في نكتره، ما نعملوش بالطرق التقليدية ونخش في سكة تانية. احنا عايزين دلوقتي الناس كلها تبقى واكلة وراضية ومبسوطة والصنف يبقى حلو على المزاج. هنعمل بقى السمك بتاعنا ازاي؟ اي نوع سمك. انا جايبه ماكريل. هتجيبي حضرتك السمك وتقطعيه حلقات زي ما احنا مقطعينه بالظبط كده. عشان نعمل صينيه السمك محتاجين شويه بطاطس حلقات رفيعه مش سميكه، وفلفل حلقات بارد او حراق براحتك. هنحتاج كام حبايه طماطم على قد المقدار اللي هتعمليه، يعني انا مثلا حبايتين طماطم حلقات. وهنحتاج بقى عشان نتبل السمك الجميل بتاعنا ده شويه حاجات، ودي اساسيات سمك اي سمك في الدنيا، مشوي مقلي صياديه الصينيه اللي احنا عايزينه. لازم يبقى عندنا يا جماعه 5-6 فصوص ثوم، تمام، عندنا بشر حبايتين طماطم، وعندنا الاساسي وجربي هتتبسطي جدا الكزبره الخضراء متقطعه. وبعد كده ده كله بناخده قرن فلفل كده اخضر حلو، هناخده ونروح على الكبه نروح على الهون، المهم نعمل معاه الواجب كله ونهرسه هرسه حلوه. هنتبل كل الكلام الحلو ده بكزبره وكمون وملح وشويه لو في فلفل اسمر بسيطه كده هيبقى زي الفل. وما تنسيش ابدا عصير الليمون. هسمي بسم الله بقى ونشوف قصه السمك بتاعنا ايه. هنجيب بوله الاول عشان نعطره. يعني ايه نعطره يا حوريه؟ يعني خلي السمكة طعمها حلو وريحتها حلوة وكل حاجة فيها حلو. سمي بسم الله برضو ونجيب معلقة. أنا هنزل في بولة هنا بالسمك بتاعي. بصوا يا جماعة التقطيعة رفيعة جميلة ما تاخدش سوى منك، ترمي عدد كبير معاك. أهو طبعا كمية السمك دي مفتوحة، في ناس بتجيب كيلو، في ناس بتجيب نص، في دي ثلاثة حسب عدد الأسرة ما شاء الله. كل الكلام الحلو ده هنزل عليه برشة صغيرة قوي من الكزبرة الناشفة، كزبرة ناشفة وكزبرة خضراء. وهنزل عليه برضو بصي بشوية كمون صغننين كده، وهنزل برضو عليه بإيه؟ بشعرة ملح بسيطة تحيقه لأن هدي التتبيلة لسه ملح. كل الكلام الحلو ده برضو معلقة ليمون صغيرة، يعني نص ليمونة معصورة كده. هتروحي عاملة إيه بالمعلقة كده ومقلبة تقليبة بسيطة. هتركنيه قد ايه؟ ولا اي حاجه خالص، على ما تخلصي خلطته كان هو شرب التتبيله بتاعته. هنركنه على جنب كده وتعالى نروح على الكبه ونتعامل معاها. عندي ايه للكبه هنا؟ بسم الله. عندي طبعا احنا قلنا حلقات فلفل. طب انت بتحبيه حراق اعمليه واعزميني. خلاص بتحبيه احمر يا ريت، زي ما انت عايزه، المهم ان احنا يبقى جوه الكبه ايه؟ فلفل. وهنزل هنا برضو بشويه الكزبره اللي بيخلوا ريحته كده تجيبي الجيران وجيران الجيران، اللهم صل على النبي. والثوم والكمون والقصه بتاعت السمك التقليديه كلها. ادي الثوم، ادي الكمون، ناخد الملح برده عشان ما نرجعش تاني مواصلات، وناخد معانا عصير الليمون. هنزل هنا بشويه ملح يحيقوا معايا السمك، عشان انا لو عايزه صوص اغمس منه هديله نص كوبايه ميه فيبقى الصوص برده مظبوط. والكمون، الله، وشويه الثوم بقى اللي هيخلوا الليله ايه؟ سمك. ونديها برده عصره، الله، ليمون. حطينا ملح، حطينا ملح. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنضرب. عندك هون؟ انا اشجع بصراحه الهون. يعني تعبنا الكبه معانا والدنيا معانا زي الفل. ولا اي حاجه، هناخد الكبه زي ما هي. بصوا بصوا الحركه، قللي موعينك في المطبخ، قللي كده الهركه بتاعه المطبخ. هناخد الشفشق بتاعها الجميل كده معانا في الرحله، ونروح بقى كده ونجيب الصينيه ونركب مع بعض صينيه السمك. يعني الصينيه دي بتاخد معاكي بالظبط 10 دقائق وحوالي عن تلت ساعه في الفرن وخلصتي على كده. نجيب بقى صينيه حلوه مدوره زي ما انت عايزه الشكل اللي انت عايزاه. بسم الله، نخش في الامان كده.
ونرص الصينية بتاعتنا رصة تشهي. يعني ايه تشهي؟ يعني لما تيجي تخرج الصينية كده من الفرن تلاقيها بتتكلم، هي بتفتح النفس لوحدها. ازاي بقى؟ بطريقة رصها. طب انت بتحبي البطاطس كتري بطاطس، بتحبي مثلا حلقات الطماطم بيبقى متحمره كده من فوق كده وشاربه الصوص من تحت بتبقى تحفه، اعملي اللي انت عايزاه. المهم الصينيه بتاعتك بتيجي بسم الله، وتروحي بقى جايبه ايه، خلي بالك بس من الحركات الصغيره كده. طبعا انت بتجيبي سمكيه بتاعتك اهي، تمام، وتروحي حاطه هنا طماطميه وهنا قرن فلفل اهو، وتجيبي بطاطسايه حلوه. بصوا يا جماعه تقطيعه البطاطس رفيعه عشان ما تاخدش سوا، السمك كده كده ما بياخدش سوا، تمام. وابتدي معانا مريم. الو الو الو، ازيك يا جميله؟ الحمد لله يا حبيبتي، ايه القمر ده؟ الله يخليك، الله يكرمك يا مريومه، تسلمي. فوتلكيش حلقه بصراحه، بحبك قوي حبيبتي وانا بموت فيكي، تسلمي لي وشكرا لاتصالك. انا بس كنت عندي طلب صغير كده. اتفضلي. عايزه اعرف طريقه عمل الشاورما، شاورما اللحمه. حاضر. بس بطريقه كده يعني سهله وسريعه وترمي. اه شطوره يا مريم، عينيا. بس ايه رايك في السمك النهارده؟ قمر. تسلمي. قمر شمال احنا مكاني. تسلمي، شكرا ليك يا مريومه، تسلمي تسلمي ويسلم اتصالك. بصوا يا جماعه بقى، شاورمه اللحمه انتوا ملاحظين ان انا بركب الصينيه ازاي؟ لف بقى الصينيه لغايه ما تخلصي كميه السمك بتاعتك. الشاورما اللحم بنجيبها نقطعها تقطيعه شاورما او نشتريها من عند الراجل متقطعه تقطيعه الشاورما بتاعتنا العاديه خالص. وبعد كده بتجيبي نص، مثلا هتعملي نص كيلو لحمه، هتحطي على بصلتين نفس تقطيعه اللحمه، وتروحي لفاهم في اللحمه وهي نيه، وتديها بقى تعطيره فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، كل البهارات اللي عندك. ابداي ايه، انزلي بيها وعطري اللحمه كده، واركنيها حوالي على نص ساعه. بتجيبي طاسه حلوه سخنه، طاسه حلوه سخنه، بتحطي فيها ماده دهنيه، وبتروحي عامله تش بكل الكلام الحلو ده. اللحمه اي لحمه، اللحمه تستوي معاكي خالص خالص خالص، بدات خلاص يعني فاضل لها ربع ساعه، هتروحي بقى نازله عليها بحلقات الفلفل الجميله او نفس تقطيعه اللحمه الفلفل، وتنزلي عليها مثلا عندك شريحتين طماطم برده نفس التقطيعه، كل الكلام الحلو ده بتنزلي بيه، وتديها تقلبتين. يا سلام معلقه طحينه بقى كده، تحطي نص عصره ليمونه، الحاجات دي بتبقى تحفه في الاخر. وحشي بقى وكلي بالف هنا وشفا. خلاص يا جماعه، الصينيه المفروض بتلف ما شاء الله سمك، وانت بقى والكميه اللي انت عايزاها، تصغري الصينيه تكبري الصينيه، المهم في الاخر تبقى معاكي السمك بالفكره دي بالوضع ده، اللي هي السمك حلقات وكل حاجه بتقطعيها برده حلقات. اللهم صل على النبي. خلاص وصلت الفكره، ان انا اهو كملها لكم بطاطس. ونبتدي بقى نجيب الخلطه الجميله بتاعتنا دي بقى نعمل فيها ايه. بصوا بقى، احنا خلطنا كل الحاجات الحلوه دي فين؟ في الكب. هنجيب بقى عصير الليمون، نزود بقى ومظبطينها ملح ومظبطينها كل حاجة وكل الأشياء الجميلة جواها. يا سلام بقى لو في هنا طماطمية مبشورة بقى تخليها بتضحك بتغني. هجيبي كل الكلام الحلو ده وهنفوض منه معلقة، طبعا سر من أسرار الصيادية. بصوا يا جماعة شفتوا الحلاوة دي؟ هنبتدي بقى. بصوا يا سلام، دي بتخلي السمك بتاعك لون وطعم ورائحة، كل الحاجات المشهية بتبقى موجودة في الطاجن بتاعنا او السمك بتاعنا ده. نحط كمان معلقه، بسم الله اهو. الحاجات دي بقى بتخلي البطاطسايه طعمها سمك، بتخلي الفلفلايه طعمها سمك، بتخلي الليله دي كلها طعمها سمك. تعالي بقى اسالي نفسك هنا سؤال، انت طبعا كل الخير ده هينزل ميه، هتغطيه بفويل وتحطيه في الفرن حوالي على ربع ساعه، بعد كده هتشيلي الفويل عشان يتحمر. طب الفويل ليه يا حوريه؟ عشان البطاطسايه تستوي، يبقى سواها زي سوى السمك بالظبط، يبقى انت كده بتاكلي كل حاجه مستويه. طب انت عايزه تغمسي او تحطي على الرز، نزلي كوبايه ميه دلوقتي وغطي، او نص كوبايه ميه. عايزاها تبقى ناشفه كده مخربشه وجميله وتغمسي كده وتنسي الدنيا، دخليها زي ما هي. يبقى الصينيه بتاعتنا خلاص خلصت، هنبتدي نلفها فويل وندخلها الفرن بتاعنا. هتقعد قد ايه؟ ربع ساعه فقط لا غير. هشيل الفويل، هتستوي وتطلع معايا زي الفل. دايما متعودين ان مي، استاذه مي، ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا قلبي الشيف؟ انا في نعمه الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله منوره الدنيا كلها حبيبتي، ده نورك يا قلبي وصوتك جميل ومريحي نفسيا. الدنيا كلها يا تسلمي، ده بنورك يا مويا، يا رب تسلمي. والله بنستنى حلقاتك على طول. الله يخليك ويكبر بخاطرك يا رب كده، واشوفك قد الدنيا كلها. ليكي طلبات يا مويا؟ انا كنت عايزه اسالك على المسقعه. عيني،
يعني متواضعة حتى في الطلب. ماشي. تسلمي، أشكرك أشكرك المساء يا جماعة. تسلمي، أشكرك على اتصالك. بصوا بقى، إحنا هنعلي النار بتاعتنا عشان نبتدي إيه، نحمر البصل عشان نعمل رز صيادية. طب الرز الصيادية عبارة عن بصلاية برنواز، الرز اللي حضرتك عايزاه بلدي، يعني هو بلدي، الكمية اللي حضرتك عايزاها. عندنا كمون، المقادير نزلت يا جماعة خلاص. عندنا كمون، عندنا شويه كزبره، عندنا الملح، ويعني قرن فلفل برنواز، وهقول لك تستغني عنه ازاي. اسهل رز صياديه في التاريخ، ولا يعمل حموضه ولا حموضه، ولا انزل ايه اشتري من السوبر ماركت زبادي. البصله بتاعتي الزيت خلاص بيغني وبيلحقوني، انزل بالبصله. الله، جيب لها معلقه واتعامل معاها. طيب عايزين بقى نتعامل مع البصله هنا سريعا 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 في كام كلمه كده. ايه هي البصله بتاعتي دي؟ لو انا حمشتها قوي، يعني حمشتها يا حوريه، اتحرقت من الاخر، يعني دخلت خلاص تبقى عاده الكشري، هتديني رز غامق بس هيعمل لي حموضه. يعني لو كلت ثلاث اطباق بحس ان انا كده مش مظبوطه. احنا عايزين ناكل منه بنفسي راضيه، فانا بحاول دايما البصله تاخد لون خفيف، البصله بتاعتي تاخد لون خفيف، يقوم تديني رز لونه حلو، وتديني كمان ايه، مفيش حموضه ومفيش توابع بقى للسمك، ما اضطرش ان انا عايزه بقى حاجات للحموضه ولا قدر الله. طب اعمل ايه في البصله عشان اخليها تغني؟ اصبر عليها شويه، الله، واسيب البصله تاخد لون. اللهم صل على النبي. طب ما تيجوا كده سريعا على ما البصله تاخد وتدي مع نفسها وتدينا لون، ما تيجي نعمل عصير الليمون عشان وقتنا. نسمي بسم الله بقى، ولازم السمك ده نعمل معاه عصير ليمون. نعمل عصير الليمون ازاي؟ كلنا شاطرين في عصير الليمون، هو الخلاط مش راضي يجي بس انا هجيبه. اللهم صل على النبي. بصوا، عصير الليمون لازم نتعلمه صح مع بعض. عشان نعمل عصير ليمون لازم يكون عندنا ليمون، شجر، ميه ساقعه جدا، ولو مكعبات ثلج يبقى تمام، واهم ما في الليمون، الليمون يبقى بقشره. طب بقشره هيمرر، مش القشر اللي بيمرر، اللي بيمرر البذره اللي جوه الليمونه. وبعدين مش من المعقول ان انا اعمل عصير ليمون واسيبه في الثلاجه 9 ايام. عصير ليمون بيبقى فريش، يعني بعمله بشربه، الضيوف قاعدين بيشربوا، انا قاعده طالبه دلوقتي معايا ليمون بعمله واشربه، او اركنه في الثلاجه مش هيمرر. ايه اللي بيمرره؟ ان الليمون يبقى فيه بذر مش قشر، القشر ده كله زيت طيار، فلما بديله ضربايه واصفيه صدقوني بتفرق جدا جدا في الليمون، في لونه وفي ريحته وفي قوه المضادات اللي فيه. عشان اعمل على البصله تاخد وقتها، اروح على الخلاط بتاعي واحط السكر اللي انا عايزاه، السكر اللي انا بحبه، اللي انا راضي عنه يعني. انا كل واحد بيحب حلو، انا بحب الحاجه حلوه. خلاص بسم الله، انزل بكميه السكر بتاعتي هنا، اللهم صل على النبي، حلو قوي. هنزل بقى ايه بالريحان، يا جماله بقى الريحان بيخليه ريحته تحفه وبيديله خضار كده من الاخر. خلي عود معانا كده، وطبعا النعناع، يبقى ليمون يعني ريحان ونعناع اخضر. ايه اللي نكتره وايه اللي نقلله؟ النعناع يبقى اكتر من الريحان. الريحان بيدي ريحه قويه جدا وبيدي لون حلو، لكن النعناع طبعا لا يعلى عليه. نجيب سكينه حلوه ونقطع، بسم الله، ممكن السكينه دي نستعين بيها. حلو، حلوه قوي. نلحق البصله بتاعتنا، الله، بصوا خلاص احنا فاضل لنا يعني تكه ونطلع بره. بصوا خلاص اهو، بصوا خليكم معايا بس في البصلايه كده، بس احط الليمون بسرعه اهو. بتقطعي الليمونه نصين وتشيلي منها البذر عادي خالص، تنزلي في الخلاط. تعالوا بقى نلحق البصله بتاعتنا اللي بتستغيث. فاكرين السر اللي قلت لكم عليه اللي هو في الكبه، اللي هي الخلطه بتاعت السمك دي؟ لازم نعمل كده، شفتوا دي؟ الله، اللي بره شم. تعالوا اوريكم حاجه كمان اهو، حلو قوي. تقليبه بقى بسرعه كده، لون البصل هنا حلو جدا، بصوا التقليبه دي. يبقى انا حطيت ثوم وفلفل وكل الحاجات الحلوه في قلب الرز، انزل بالبصلايه ايه، بالفلفلايه البرنواز، واعمل حركه بقى تحفه دلوقتي. ايه هي؟ انزل بالميه. طب ليه الميه يا حوريه؟ الميه هنا هتجبر البصلايه بتاعتي ان هي تطلع اللون. بصوا اهو، مجرد الغلوه دي البصلايه بتاعتي اخدت الايه، طلعت اللون البني الحلو اللي انا عايزاه، ما يبقاش غامق وما يبقاش فاتح ملوش لون. يبقى انا كده شغاله صح. هجيب بقى الرز بتاعي انزل بيه. يبقى تعالوا بس اتفرجوا كده على الميه اللي لسه حطاها، بقت لونها بني اهي. تعالوا بقى شموا الريحه، بصوا الميه عامله ازاي. لكن لو نزلت بالرز ورا البصلايه بيبقى عارفين مبقع كده في الرز، ما بيعجبنيش.
انزل ما شاء الله تبارك الله بكميه الرز بتاعتي. الله. وبعد كده اظبط ميتي بقى كده، جمد قلبي واظبط ميتي. بس قبل ما اظبط الميه هدي له كمون وملح وكزبرته وكل الاشياء اللي هو طالبها ما شاء الله. شويه ملح يظبطوا معايا الدنيا، شويه كمون برضو يظبطوا معايا الدنيا اهو، وشويه كزبره ناشفه كده ايه ياه على طرف المعلقه اهو. بسم الله اللهم صل على النبي. كل الكلام الحلو ده بسرعه تقليبه، ونديله بقى تغطيه ونروح نكمل الليمون. يبقى السمك بتاعنا فين؟ في الفرن. والرز بتاعنا فين؟ على الحله اهو على البوتاجاز. انا واحد زي ما يكون بيبتكر رز. خلاص اظبط الميه بتاعتي للرز ما شاء الله تبارك الله، ونغطي الحله ونروح للليمون بقى. واحنا بنروح للليمون نجاوب على المسقعه. المسقعه يا ست البنات بتنجان مقلي، بطاطس مقليه، حلقات فلفل مقليه، وبعد كده هتروحي مسبكه التسبيكه اللي هي اهم بقى، اهم من الاليه كلها. ايه هي؟ ان انت هتروحي جايبه شويه زيت تحطيهم، هتروحي جايبه فصين ثوم على فلفلايه دقهم في الهون او في الكبه نازله بيهم في الزيت، وحطي بعد كده عصير الطماطم، بعد كده عصير الطماطم بتاعنا الجميل هتحطيه، وتسيبي كل الكلام ده يتسبك بمعلقه سكر. اول ما يوصل ان هو يتسبك زوديه بس نص كوبايه ميه، وبعد كده في الطاجن الحلو حاجتك المقليه والصلصه بتاعتك والفرن شغال. واعزمي حوريه، يبقى حاجتك المقليه واعزمي حوريه. بسم الله. خلاص يا جماعه يبقى اهو كل الكلام الحلو ده، ونحط بقى مكعبات التلج الجميله دي. الله. بصراحه يا جماعه انا ضيوفي لما بيجوا بيطلبوه كده، احنا عايزين عصير ليمون، الميه ما شاء الله، وحاجه سهله وخفيفه وموجوده في الثلاجه، لا هننزل نشتري ولا هنكلف نفسينا، وحاجه ترطب كده على القلب ولا اي حاجه خالص. هنقفل الخلاط اللهم صل على النبي، ونعمل له زيوت. لاحظتوا بقى ان انا ضربت النعناع الليمون كتير ليه؟ عشان يخرج لي اللون اللي موجود في القشر، ويضرب لي الريحان، ويضرب لي النعناع. كل الكلام الحلو ده ادى الى هذا اللون الفظيع. بصوا يعني 1+1+1+1 بيساوي 1 برضه. خلاص يعني بتتعلموا. المهم ان احنا ضربنا عصير الليمون، مش محتاج مننا اي حاجه، كل اللي محتاجه مننا ان هو يتصفى ويتشرب وقتي دلوقتي. وكلكم كده تجمعوا عندي عشان تاكلوا النهارده احلى سمك. تعالوا نبص بس على الرز. الله. بسم الله. تعالوا بقى نديله تقليبه عشان شكلنا كده سريعا هنطلع في وصل. بسم الله. تعالوا اهو. بسم الله. الله. بصوا يا جماعه الرز اللهم صل على النبي. بص اللون بقى لسه هيغمق كمان سنه لما يخلص سوا. بص اللون، يبقى تاكلي منه، ولادك ياكلوا منه، اي حد ياكل منه ما يعملش حموه. هنهدي بس النار على الرز بتاعنا شويه صغيرين. الليمون ضربناه ضربا مبرحا وهنصفيه ونقدمه على طول. السمك بتاعنا في الفرن، اول ما ترجعوا من الفصل هتلاقوا السمك ان شاء الله نور. قولوا يا رب. قولوا يا رب. هطلع فاصل صغنن، يا ريت القناه ما تتغير.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبنرحب بالمرة المليون بيكم، وبنرحب ده بضيفتنا الجميلة اللي بتشرح قلبي بدخلتها عليا الاستوديو. بتنوري مطبخ حورية استاذة مها. حبيبتي والله منوره بيكي. الله يخليكي استاذة مها، خبيرتي التغذية يا جماعة، يعني حورية بتعكها معاك وهي بتعالجكم ان شاء الله باذن الله. حبيبتي تسلمي ايدك. تسلمي ايدك. الحمد لله. كله تمام الحمد لله. عامل لك سمك بقى وسلطة خضراء. بصي كله صحي صحي اهو، مش موجودين زيت فيه اصلا، وعامل لك عصير ليمون. تسلمي ايديكي والله. تسلمي استاذة مها، منورانا منورة الدنيا. منورة بيكي يا حبيبتي قلبي. بصي يا ست الكل، انا جاني سؤال امبارح حلو قوي، يعني احنا بنتكلم عن بقى لنا فترة على الكرش والقصص دي. انا عايزه اعرف الناس اللي بتقول ايه علاج الكرش، قبل علاج الكرش ايه اللي بيطلع الكرش، ايه اللي بيطلع الكرش؟ ان انا اصلا بيبقى عندي دهون متراكمه في الجسم. فالدهون دي اللي انا مش بحرقها في التمثيل الغذائي بتاعي. الناس اللي ما بتتحركش، هو ايه عمليه التمثيل الغذائي دي؟ بتبقى عباره عن ايه؟ تمام. ان الجسم بيستهلك السعرات الحراريه او بيحرقها، بيحولها عندي لطاقه عشان اقوم بوظائفي اليوميه، اشتغل واتحرك. ده غير ان التمثيل الغذائي ده بيكون برضو داخل فيه النشاط البدني اللي انا بعمله في اليوم. فالنشاط البدني ده برضو بيزود من عمليه الحرق معايا. تمام. فلما يكون في مشكله او خمول في الغده، او المفروض ان التمثيل الغذائي ده بيفضل شغال معايا حتى في وقت الراحه، يعني غير ان انا بعمل نشاط بيبتدي يكسر معايا حتى وانا في راحه. حتى وانا في راحه المفروض ان عندي هرمون الثيروكسين ده بيزود معايا الحرق في التمثيل الغذائي، فبيخليني برضو الحرق بيفضل شغال حتى وانا في اوقات الراحه. بدليل ان احنا واحنا نايمين يقول لك انت بتحرقي وانت نايمه، بتحرقي. فالناس اللي عندها بقى مشاكل في الغده، في مشاكل بتسبب ان يعني الحرق في وقت ان انا مش بتحرك ما بيشتغل، فبالتالي السعرات الحراريه دي بتتحول عندي، بتتراكم في الجسم، بتتحول لدهون. فالدهون دي هي اللي بتكون سبب في زياده الوزن او الكرش. او ليه الكرش؟ بتلاقي ناس رفيعين جدا من تحت ورفيعين من فوق وعندهم الكرش. ده بيبقى يعني زي مش بيبقى شكل الجسم نفسه. الخلايا الدهنيه في منطقه البطن بتبقى عنده زياده. زي الناس اللي بتبقى عندها الارداف، فتلاقي الخلايا الدهنيه في المنطقه دي اكتر من بقيه الجسم. يعني حتى تلاقي اللي بيجي يعمل مثلا عمليه نحت، فبياخد جزء من الخلايا دي يبتدي يوزعها في اماكن تاني عشان يبقى في تناسق متساوي. ايوه، في الخلايا الدهنيه اللي بتتوزع في الجسم كله. الخلايا الدهنيه دي لما انا وغير ان كمان أكتر. وغير ان كمان الكرش ده بيسبب يعني ضعف في عضله، بيبقى في ضعف في عضلات البطن اللي هي بتاثر برضو على الظهر. فتلاقي دايما اللي عنده بطن او كرش بيعاني دايما من وحتى ضيق في التنفس والحاجات دي كلها. أيوة. يعني نقدر نقول اسباب ظهور السمنه في الكرش ده مثلا استعداد وراثي، ولا القعده كتير، ولا الغده؟ في كذا سبب. الغده بتعمل لي زياده في الوزن، قله الحركه. يعني حتى لما نيجي نروح مكان انا عايزه انزل وزني، لازم انزل البطن الاول، انزلها بقى في طرق مساعده، وفي كمان ان انا ممكن اتحرك امشي. يعني لازم يكون في حركه او قبل ما اعمل رياضه كمان. لان ما ينفعش انا اقعد ادخل اشيل حديد وبتاع وانا عندي اصلا بطن مش هعرف اصلا اتحرك منها. الصفحه يا جماعه نزلت معانا اهي. طب هقول لحضرتك على حاجه، انا بحس ان اخطر نوع سمنه اللي هو بطن. هو كل السمنه عامه، بس البطن عشان بيبقى اجهزه بقى في الكبد وفي الرئتين، بتاثر، بتبقى فيها القولون، بتاثر على نفسي، بتضغط على الحجاب الحاجز، بتضغط على النفس، بتخليني مش عارفه اتنفس، مش عارفه اتحرك. فيعني معظم حركه الجسم عامه بتبقى موجوده في البطن. يعني ان انا برضو الاعضاء الحيويه اللي هي زي الكبد زي الرئتين كل ده زي الأمعاء. ايوه، ويبقى عندهم برضو الناس اللي بيبقى عندها برضو الكبد الدهني، المراره، الحاجات دي كلها بتبقى من الناس اللي برضو عندها زياده في الوزن، وخصوصا في منطقه البطن. طيب دلوقتي يا استاذه مها عايزين نعرف الغده برضو بتاثر على حاجه غير الكرش، ولا عامه في الجسم؟ يعني بتثبت الوزن؟ هل بتعلي الوزن؟ بتسبب مثلا ظهور الكرش، ولا ممكن الارداف، ولا ممكن اي مكان اللغد، الاماكن دي كلها؟ انا اعرف ان الغده بتعمل مشاكل، ممكن اكون انا متبعه نظام غذائي صحيح، باخد كل الحاجات اللي هي تخسس، والغده عندي مش عندي فيها مشكله، صح؟ ايوه. الغده دي اصلا هي عباره عن حاجه بتبقى شكل الفراشه هنا، بتبقى اسفل الرقبه يعني. فهي اصلا مهمتها ايه؟ ان هي بتحرق معايا السعرات الحراريه، بتخليني ان الجسم يبتدي زي ما قلنا نحرق. فالناس اللي بيبقى عندها في حاجه اسمها خمول في الغده الدرقيه، وفي حاجه اسمها نشاط في الغده الدرقيه. هرمون
لا النشاط ده ايوه ممكن يبقى مشكله، لان انا بيخليني انزل زياده في الوزن. لكن اللي عنده خمول في الغده بيبقى فيه بطء في ان انا بيبقى بستهلك السعرات الحراريه بيبقى فيها بطء، فبالتالي ما بتحرقليش، بتقلل الحرق جدا. يعني لو انا ما عملتش رياضه جامده واتحركت انا جسمي مش هيحرق في اوقات الراحه الطبيعيه. الانسان الطبيعي بيحرق عادي حتى وهو مش بيعمل اي نشاط. طيب. لما بيكون في بقى مشكله في الغده بتخلي السعرات الحراريه دي ما تتحرقش معايا لو انا ما عملتش نشاط، اكيد مش كلنا يعني بنعمل أكيد. نشاط فبتتراكم عندي دهون فبتسبب لي زياده الوزن، لان ما فيش حرق، هي بتوقف الحرق تماما. والغده يعني. حلها سهل، اقرب معمل اعمل تحليل غده اللي هو T3 و تمنه سهل جدا، اعرف ايه المشكله عشان اعرف احلها. أيوة طيب طبعا. الحاجه الساعه، في ناس بتبقى قاعده على السفره تناول الحاجه الساعه مفرط جدا، بتبلع اللقمه بتاعها، طبعا انا بعتبرها حاجه قاتله. أيوة. يعني كوباية الحاجات الساقعة دي أصلا فيها كمية سكريات وسعرات حرارية عالية جدا، يعني أنا أجي أحسن منه. أيوة طبعا، يعني أنا ما ينفعش مثلا زي برضو الحاجات المحفوظة دي بتلاقيها مثلا كاتب لك الكالوري في حتة صغيرة قوي، إن هي مثلا لا هو بيكتب لي إن هي مثلا 500 كالوري مثلا، بس يكتب لك إن هي كل 10 جرام. إحنا بقى أقول طب كويس 500 كالوري بقى فهتضربيها في خمسة بقى، يعني أنا أكل وجبة كاملة وما أخدش كوباية حاجة ساعة. صحيح. طيب عايزين بقى الحلول اللي عندك يا جميل، يعني الجراب يحاوي بقى، الحاوي طلعينا اللي في جرابه عشان اللي عنده سمنه في الكرش يخس، في الارداف عامه، ونرجع لجمالنا وحيويتنا اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها. ايوه طبعا. انا الكورس بتاعنا اللي هيساعد الناس، احنا قلنا كورس الاناسيليوم ده احنا جايبينه عشان الناس كلها اللي عندها مشاكل، عندها امراض في القلب، عندها مشاكل في الحرق اصلا، اي حد معانا يقدر ياخده، لانه هو مصرح من وزاره الصحه ممكن كل الاعمار تاخده معانا، من اول 12 سنه لحد كبار السن، اي حد عنده امراض مزمنه. ما الاطفال فوق 12 سنه تمام، اي حد معانا يقدر ياخده، والناس دي زي بيبقى عامل مساعد للناس قلنا اللي ما عندهاش اراده، اللي بتحب الاكل، اللي شهيتها مفتوحه، ما عندهاش حركه. ايوه، لانه هو انا بقى اتكلم لك عن مكونات الكورس، هو بيتكون من ثلاث حاجات. اول حاجه معانا الاناسيليوم، الاناسيليوم قلنا ان هو قشور السيليوم، ده بينفش معايا في المعده، بيديني حيز بحيث انه بيعمل لي نفس مفعول البالون المعده، بيملى لي تلتين المعده، التلت معايا اللي كان بدل ما انا هاكل كميه كبيره هبتدي اخد تلت الكميه اللي انا بقيت اخدها. وللناس اللي مش عارفه الاناسيليوم برشام، هو الياف طبيعيه. الناس فاكراه اعشاب، لا لا لا، بتبقى تابلت بتركيز معين. ما هو انا برضو الحاجات دي ما ينفعش يعني مجرد ما احطها في الميه هتنفش معايا، وغير ان طعمها كمان مش مستحب، هتزهقني. بس فدي بتخليني يبقى عندي شبع، انا حاسه بالشبع، بتملالي تلتين المعده. وغير كمان ان الاناسيليوم في قلنا معاه التوت البري، التوت البري ده بيزود معايا الحرق 4 أضعاف للناس اللي عندها مشاكل في الحرق. الله. احنا قلنا اللي عندهم غده ما بيعرفش يحرق وطول ما هو قاعد، لا انا هحرق وانا قاعده الحرق معايا هيزيد 4 أضعاف. تاني برودكت معانا اللي هو الماجيك بوكس، ده في المانجو الافريقي، قشور التفاح، الجارسينيا، كامبوجيا، الجرين كوفي، كلها انتي اوكسيدنت. وغير ان احنا قلنا ان الجارسينيا برضو لوحدها، ادخلوا واتفرجوا على فوائدها، اكتبوا اعملوا سيرش على النت كده واكتبوا الاسماء اللي الاستاذه بتقولها واعملوا سيرش عليها. دي برضو بناخدها معانا، بتزود معانا الحرق تمام. وغير كمان معانا الفينيل، ده بيبقى اخر برودكت معانا، ده مجرد انا باخد الكبسولتين دول، يوم اناسيليوم يوم ماجيك بوكس، بناخدهم قبل الفطار بربع ساعه يوم ويوم، فهيكفيني لمده شهرين. باجي ثالث شهر بقى باخد الفينيل، اللي هو مهمته ان هو بيثبت معايا الوزن، مجرد ما وصلت الوزن انا مش هرجع لوزني القديم، فهيرجع هيثبت معايا الوزن، وهيركز على المناطق اللي فيها دهون، اللي احنا قلنا زي البطن، الدراعات، الاماكن اللي صعب الدهون فيها تتحرق، فيها خلايا دهنيه كتير، بيحولها لدهون بسيطه وبتنزل معايا مع الجسم عادي جدا. وانا ملاحظه يا استاذه مها ان انت بتلعبي في حته حلوه قوي، ايه هي؟ انا لما باجي اعمل دايت جسمي بيتعود.
ما باجي اخد دواء يسد النفس فجسمي بعد شهر بتاع يقول لك اول شهر خسيتي 5 كيلو لا بعد كده هيقل. لكن حضرتك بتلعبي ان انت شهر بتدي كذا شهر بتغيري شهر أيوة بتغيري. بخدع جسمي ان انا مش بديله نفس الحاجه ان انا اتعودت عليها خلاص فانا جسمي زي خدمة زي لما نيجي ناخد دواء معين يقول لك جسمك خد منه مناعه اتعود اتعود عليه. أيوة. طب احنا معانا شهد دلوقتي عشان تخلي الدنيا شهد. اتفضلي يا شهد. ازيك يا دكتور عمليه؟ ردي يا جميل. اتفضلي يا شهد. انا عاوزه اخس يا دكتور، وزني 120 كيلو. 120؟ وعندي السكر وعندي الضغط، بس الضغط بيعلى. الف سلامه عليك يا شهد. وطولك كام؟ طولي 160. طولك 160؟ ووزنك كام؟ 120 كيلو. تمام. وعندها ضغط وعندك الضغط وعندك السكر. ايه مشكلتك؟ عندك الدهون فين يا شهد؟ في البطن وفي الارداف. في البطن وفي الارداف. تمام. اسمعينا يا شهد وهقول لك ان شاء الله تعملي ايه. بس بسمع حضرتك كتير والكورس الصراحه عاجبني، بس هو انا عايزه اسال بس اللي هو امن وكده هو. في ناس قلقانه. انت لسه بتسالي عشان تاخديه صح؟ تمام. انا ايوه طبعا الكورس امن. لو انت عندك سكر او عندك ضغط احنا معانا كل اكتر امان نزل. كل الامراض المزمنه او الامراض العاديه اللي هو لو هو سكري من النوع الثاني ممكن تاخدي معانا الكورس عادي هيناسبك كتير. وبحب حضرتك والله يا دكتور، وانا ان شاء الله هاخد من حضرتك الكورس وان شاء الله الكورس يبقى يكون بفايده. تمام يا حبيبتي ان شاء الله. كلمينا عشان احنا عاملين عروض وهدايا دلوقتي عشان تلحقي لان لاول 100 متصل. تمام ماشي يا فندم. اتفضلي يا شهد. نورتي الدنيا. العروض عشان شهد بسرعه عايزين نحل لها مشكلتها النهارده. تمام. احنا معانا ثلاث عروض. معانا اول عرض اللي هو الاناسيليوم عليه تخفيض. عرض الشهر هو عرض بيبقى بيبقى فيه الاناسيليوم عليه تخفيض 40%، ومعاه كريم بشره عشان يدينا نضاره، وفيتامين دي عشان الفيتامين تنزل معاه. يبقى انا في الامان. انا بعوض الفيتامينات اللي بتنزل. ومعانا عرض لشهرين بيبقى عليه تخفيض 50% اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس، وبيبقى معاه كريم شد الترهلات لان احنا قلنا بننزل وزن كبير فبنضطر ندهن من اول ما يعني من اول ما بناخد الكورس. وطالما هم حاطين اصلا يا جماعه معلش هستاذنك الكريم في القصه يبقى هم في مصداقيه. انتوا عارفين الناس هتخس فهيحصل ترهلات فبندي العلاج قبل ما يحصل اي مشاكل. أيوة طبعا. جميل. ده الثالث. ده الثالث كورس معانا هو كورس الثلاث شهور اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل. برضو بيبقى معاه كريم شد الترهلات وفيتامين دي. ده غير ان احنا معانا دايما المتابعه مجانيه، يعني ان احنا نبقى قاعدين وكل يعني اي مشكله عندي الفريق الطبي هيتابع معايا، طولي وزني اي حاجه اي مشاكل عندي حاجه زياده دوخه حصل اي حاجه الفريق معايا على طول. ده غير كمان الناس اللي بيبقى وزنها كبيره قوي فبيحتاجوا برضو يبقى معاها. وكمان احنا يعني بنوصل حاليا لكل محافظات مصر مجانا، يعني يعني ما فيش مصاريف شحن تماما، والبس بندفع ثمن المنتج وخلاص. التوصيل في قد ايه؟ يعني ممكن مثلا يومين ثلاثه اسبوع ولا حسب المسافه؟ لا التوصيل بيبقى على طول يعني. مجرد ما مثلا في هو بالكثير يعني بيبقى 48 ساعه. طب حلو قوي حلو قوي. استاذه نور منوره الدنيا. الو ازي حضرتك يا شيف حريه؟ اتفضلي يا قلبي. شيف حريه حبيبه قلبي. ممكن اسال استاذه مها على حاجه؟ اتفضلي اتفضلي. بصي يا استاذه مها انا عندي 20 سنه. تمام. طولي 155. طولك 100؟ وزني 155. تمام. وزني 80 كيلو. 80 ولا 70؟ 80. تمام. انا حاولت كتير، انا مش عارفه البس او مش عارفه فاهمه ان انا ايش سني، يعني حاسه ان انا مفيش اي حاجه تظبط معايا في اللبس، فالمنظر مضايقني جدا. وجربت دايت معتاد معايا مفيش اي نتيجه. يعني انت جربتي تعملي دايت وما عملش معاكي؟ مفيش اي حاجه. الحرق زي ما هو. انت عندك مشكله يعني في الحرق ولا ما عندكيش مشكله؟ لا لاني انا جربت الدايت اوريدي مش بنزل، فاكيد عندي مشاكل في الحرق. ما عملتيش اي تحاليل او حاجه يعني؟ عملت والله، بس هو الحرق عندي ضعيف جدا جدا، مش بحرق بسهوله خالص. تمام خلاص. اسمعين اشكرك يا نور نورت الدنيا. الحل بقى يا جميل. هي طبعا عندها الكورس طبعا عشان الكورس يعني ممكن برضو يناسبها يا عرض اللي هو الشهرين او الثلاث شهور. بس الثلاث شهور بيبقى افضل لان هم الثلاثه برودكت بيكملوا بعض عشان تثبت الوزن. بس هو برضو ممكن عرض الشهرين ده بينزل من 20 ل 25 كيلو، وعرض الثلاث شهور ممكن يفيد عندها. فهي بتقول ان عندها مشكله الحرق. ما عندهاش حرق. فاحنا الاناسيليوم لوحده بيزود الحرق معانا 4 اضعاف،
وغير كده هيسد معاها الشهية، فطبيعي برضو جسمها هيبتدي يحرق من الدهون اللي موجودة، لأن كمية الأكل اللي كانت بتاخدها ابتدت تقل. فطبعا الجسم هيحس بان في يعني حرمان، فهيبتدي ياخد من الدهون الاساسيه ويحرقها، غير ان هو بيزود معايا الحرق 4 اضعاف. طيب يا ست الكل، كلامك جميل وبيعجبني، وفي اتزان حلو قوي. انا دلوقتي عايزه احل مشكله السمنه للناس كلها. اول سؤال عايزه اساله، انا عندي طفل دلوقتي 12 13 سنه، طول ما هو قاعد شيبسي حاجات من السوبر ماركت بتاع، فهو ما بياكلش. هو عنده ضعف على فكره، ما بياكلش مثلا سمكه، ما بياكلش حته لحمه، لا هو طول النهار شغال تيكاوي والحاجات دي. هل الكرسي ده امن للطفل ده؟ طبعا هيبقى بالنسبه له امن. احنا برضو يعني انا مجرد انا بس هديله التابلس دي واسيبه براحته، هو اصلا مش هيقدر ياكل خلاص. يعني هو الحاجات اللي كان بياكلها بس برضو ده. انا احاول دايما الامهات اللي بتقعد تدي الحاجات اللي هي المضره دي احاول ابدلها له بحاجه تانية مثلا. ساعات ما بنسيطرش والله يا استاذه مها، يعني ساعات الولد بيبقى في النادي مع اصحابه في المدرسه، انا مش كنترول عليه طول الوقت. بس هو كده كده ان شاء الله. يعني مجرد ما تديله الكورس بتاعنا هتلاقي ايه اصلا لوحده مش قادر ياكل. انا عايزه دي. انا عايزه ان هو يبقى وغير كمان انه حتى الحاجات اللي بياخدها اللي فيها كالوري كتير او سعرات حراريه منها كتير هتتحرق كمان معايا. طيب يعني تمام. هتزود معاه الحرق. يعني هو كده كده انا هاخده هياخد الحبايه الاولانيه هديله وسيبيه على كده، اللي هو هيجيبه ياكل منه حته، وكده كده هيتحرق اللي نزل. فبقى دايما مامنه طفلي، راح المدرسه راح النادي راح اي مكان. انا مش كنترول عليه. الكبسوله واسيبه، هتلاقيه هو عايز يشرب ميه بقى، هيبتدي الحاجات دي، مش هيبقى ليه نفس زي الاول ان هو ياكل، ومش هيبقى عنده برده الشراهه دي، لانه كمان بيقلل. برضو في الوقت ده اعرض عليه الصحي، يعني قطعه سمك، حته لحمه، حته فراخ، دايما ايه انا اعرض. لان كمان الناس اللي بتاكل الحاجات دي على طول بيبقى عندها سكر الدم او الكوليسترول ده بيبقى عالي بتحفزها. فانا في الكورس بتاعي عندي قلنا الجارسينيا دي بتقلل من السكر والكوليسترول بتاع الدم. تمام. فطبيعي مش هيبقى عندي كمان شراهه للحاجات اللي هي النشويات والسكريات والحاجات دي، فهتقل عندي. حتى السكر نفسه هيبتدي باتزان، وحاسس ان هو شبعان ومش جعان. فمش هيحفز ما هو اصلا مقاومه الانسولين دي بتبقى ايه، بنعرفها منين؟ ان انا بتلاقي ابتديت بقى عندي شراهه غريبه للسكريات. بالذات. فده يعني بسبب المشكله مش الانسولين بيتفرز كتير قوي، طبق بلح. ان الانسولين ده بيتفرز بكميه كبيره، فتلاقيني على طول عايزه حاجات سكريات سكريات سكريات. فطبعا لما سكر الدم ده بيقل والكوليسترول اللي هو بيسبب اصلا شراهه في ناحيه السكريات عامه. طب بمناسبه السكريات، عايزين نروح للسكريات اللي انت جايباها الصور الجميله عشان نحفز الناس ونقول لهم ان الدنيا فعلا بجد على ارض الواقع. صورنا الجميله بقى يا جماعه كده، بسم الله، فرحونا والنبي. الله. ده تقولنا اللي كان ما شاء الله خس 22 كيلو في شهرين ونص. عمو ده قلنا مشبه ما شاء الله تبارك الله 23 كيلو. بصي شايفه منطقه البطن، الدهون اختلفت تماما. بصي واقف ازاي، المشاكل بتاعه انقطاع النفس اللي قلنا عليها. لا والله حاجة الحمد لله اتحسنت، وفي ناس كتير اصلا اتحسنت معانا الحمد لله. وده شكل كبير في السن، يعني كان وزنه 86 بقى ما شاء الله 70 كيلو. ما شاء الله ده في شهر ونص. ما شاء الله الله اكبر، 16 كيلو حلو قوي في السنة. ده رقم حلو قوي. احنا ممكن في شهر واحد بنخس من 15 كيلو. لو حركته زياده بقى واصلا حركته زياده كل لا وفي ناس حتى لو من غير حركه بيبقى سبحان الله كل جسم غير التاني سبحان الله. وده استاذنا ده 11 كيلو خسهم في شهر، ده يعتبر معدل حلو طبيعي برضو. لا ده فوق الطبيعي. أصلا ما هو أنا قلنا في الشهر من الشهر احنا بنقول من 10 ل 15 كيلو، في ناس بتبقى في الشهر 15 كيلو ما شاء الله تبارك الله. لا هي حاجات تفرح، والواحد لما بيشوف الناس دي بيحس ان لسه في امل. أيوة. وبعدين السمنه انا نفسي اقتلها او اطبخها. ما هو احنا اللي بنسيب نفسنا للسمنه، انا ليه اسيب نفسي كده؟ ليه اسيب الناس اللي بحبها تدخل في سمنه فتدخل في امراض انا بحب حد وخايفه عليه؟ لا اركز مع اولادي. نسيت اقول لك، لا انا مش قادره، اصل ابني بيحب الحلويات. مين اللي عود ابني على الحلويات والسكريات؟ مفيش طفل بيتولد حابب السكريات. انا اللي بعوده العسل الكتير، السكر يعني حتى سبحان الله تلاقي حتى هو الطفل وهو بيرضع تلاقي لبن الام السكر فيه خفيف معتدل، فتلاقيه معترض على اللبن الخارجي لانه برضو هو مش متعود على كميه السكر دي، ولكن احنا اللي بنحط الملح واحنا عشان احنا بيتهيالنا انه لا صحي. هو كده طعمه زيادة. مش حلو، طعمه مش حلو بالنسبه لي عشان، لكن هو لا. ودايما الطفل من الصغر ابتدي يمارس اي رياضه،
سباحة، يروح كورة، أي حاجة، بحيث إن هو ياكل ويحرق. ده غير إن العقل السليم في الجسم السليم، مش بس عشان ما يعني ما يتخنش، بس الرياضة دي حاجة حلوة يعني. طبعا وذهني كمان. طب عايزين نتواصل معاك يا أمر. التواصل سهل جدا عن طريق الارقام اللي بتبقى موجوده معانا على الشاشه، سواء اتصال او واتساب، او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. بيتصلوا بينا في اي وقت. والصفحه كمان اهي، بيتصلوا بينا في اي وقت، والمتابعه بتبقى معانا مجانيه. يعني اي حد هيتصل، سواء اتصال واتساب، صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، هيردوا عليه. يعني الفريق الطبي بتاعنا كبير جدا وبيرد عليهم في اسرع وقت. فالطريقه سهله جدا، ما عندناش اي مشكله ان احنا ما نعرفش نتواصل معاه. يعني اللي ما يقدرش عبر الارقام يرسلنا على الواتساب او على الصفحات. وان دايت ودايت بيرد على الفيسبوك. ايوه طبعا. والفريق كمان بيتابع، يعني في شخصيات بتقول لي ان احنا بننسى نتصل او بنبقى ماشيين في استقرار، انا وزني بينزل ومطمئنه ومفيش اي مشاكل عندي. هو بيجي بقى احنا الناس اللي مجرد ما بتاخدي معانا الكورس انا اللي بتابع معاكي. ويعني مثلا في ناس ممكن ما تبعتلناش، بس احنا اللي الفريق الطبي عندنا احنا اللي بنقوله عاملين ايه دلوقتي، ونقعد بقى نسال وصلت لايه، طمنا كده. فما شاء الله الفريق الطبي مش بيسيب المتابعين معاه تماما يعني. حلوة قوي يا استاذه. طب في سؤال بيراودني. حلو. اتفضل. يراودني. انا عايزه اخش حته عربي كده برضه. الناس اللي اتهرت منتجات من التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك والتيك توك والحاجات الحلوه دي، خايفه بامانه ان هي تتواصل على المنتج بتاعنا، ممكن تبقى قلقانه. انا بقول لهم كحوريه، قبل استاذه خش على الصفحه، شوف الناس، شوف الريفيوهات، كلميهم شخصيا، وانت هيوصلك المصداقيه. صح كلامي؟ ايوه طبعا. انا برضو ما ينفعش اخد حاجه انا مش عارفه مصدرها ايه. مش اي حاجه الاقيها كده انا خدت مش عارف ايه، خسيت عليه برضو. يعني الحاجات دي برضو بتضرني، انا مش عارفه هي مكوناتها، بس انا من حقي الحاجه اللي اخدها تكون مصرحه، تكون امنه عليا، ما تكونش هي ما فيهوش اي مواد كيميائيه تماما. يعني عايزه تطمني، ممكن تدخلي على الصفحات تشوفي الريفيوهات بتاعتنا، اكيد تشوفي ناس خست معانا على الحقيقه يعني. فالحاجات دي الحاجات دي كلها بتطمنهم يعني. لا اول ريفيو نزل ابطال الانسيليوم يا جمال. ده الفريق الطبي بقى هو بيتابع مع ال لا وبعدين كلمه بص هقول لحضرتك على حاجه، خلينا بالبلدي كده، كلمه فريق طبي. انا النهارده عديت عليكي، انا ببيع منتج، عديت على باب الشقه خبطت واديتهولك ومشيت، وحش حلو انت مش هتشوفيني تاني. ايوه طبعا بالبلدي. لكن انا عشان يبقى عندي فريق طبي متابعني، عشان عندي مصداقيه كمان، يعني انا واثقه في منتجاتي، فانا اللي بتابع وبطمن على الناس لان انا عارفه انا بديهم ايه. صح كده. لكن لو مفيش، يعني انا لو هتصل بمنتج مفيش تبعيه بعد ومفيش فريق طبي، انا اخاف منه، انا اقلق منه جدا. ايوه وبعدين ده حاجه مصرحه من وزاره الصحه، ما فيهوش اي مواد كيميائيه، يعني مفيش اي مشاكل على صحتي يعني. ده حتى قلنا الناس اللي عندها امراض ممكن تاخد معانا الكورس، مش هيتعارض مع الناس اللي عندها امراض مزمنه، سكر وضغط والحاجات دي كلها. النقطه الثانيه كلها قشور طبيعيه، كلها من الطبيعه. أيوة. يعني مش الياف طبيعيه بتحسن لي من التمثيل الغذائي عندي، بتخليني برضو اشرب ميه كتير. الناس اللي ما بتعرفش تشرب ميه، فانا الحاله المزاجيه ده غير طبعا الحاجات الثانيه اللي معانا اللي فيها مضادات اكسده، فمش هيبقى عندي تعب في بشرتي. مش شعري هيقع زي المنتجات الثانيه، هبقى حاسه بشبع، هخس بطريقه صحيه. وغير كده الهدايا اللي كمان معانا احنا مدينها على الكورس للبشره والشد الترهلات، دي حاجه زياده غير يعني غير الكورس نفسه. عشان حضرتك قلتي جسم عن جسم بيفرق. ايوه. فانا بديله، بصوا يا جماعه انا بعمل له كفر صحي، يعني بحاربه من هنا ومن هنا. انت ممكن تتعب، طب انا هديك فيتامين. طب انت ممكن يحصل لك اي تجاعيد، طب انا هديك كريم. صح. أيوة الكلام طبعاً. أيوة. فالكورس كامل متكامل من الالف الى الياء، يعني زي ما كنتوا داخلين كده العنايه وعارفين الحاله دي هيحصل ايه. فانا بعمل مضادات على طول عشان خاطر بحيث ان الحاله لو اي حاجه يبقى كل حاجه معاها. بدي كريم عشان يدي نضاره للبشره، وكريم شد الترهلات عشان احنا قلنا بننزل وزن كبير، فبندي لان طبعا كل جسم برضو المرونه بتاعته بتكون مختلفه. زي اللي تلاقي الست الحامل وهي يعني في دكاتره بيدوا طبعا كريمات يعني عشان البطن بتكبر طبعا، فما تعملش الاسترتش ماركس. سبحان الله في ناس تلاقيها ما بتاخدش وما بيحصل لهاش الكلام ده، وفي ناس عندها ليونه في الجلد. وفي ناس يعني لازم تحتاج الكريم ده. الكرسي يا جماعه نزل معانا اهو. بصي الكريم وال
ده عرض الشهر. ايه عرض الشهر اللي معاه اللي هو الاناسيليوم اللي معاه كريم البشره وفيتامين دي الناس ومطبخ حوريه منور كله منور. بتنوريني يا استاذه مها. منوره بيكي يا حبيبتي. الواحد ما بيشبعش الحوار مع حضرتك يعني ما شاء الله فاهمه وبتكلمي الناس بطريقه لذيذه وفيها حنيه كده لان الناس عايزه توصل للمنتج بطريقه امنه. يبقى طالما المنتج بتاعنا من وزاره الصحه يبقى نقول له تمام. أيوة طالما في فريق طبي هيتابعني بعد ما يبيع لي المنتج زي بالظبط كده ما اروح اجيب غساله لو أيوة. في ضمان بقى وشركه موجوده بس انا الشركه دقيقه يعني انا بتكلم جد والله لو المنتج ده ليه ضمان فخلاص انا ببقى واثقه هو بيبص ايوه يعني الحاجه اللي انا ضامنه انا عارفه ان الحاجه دي هو ضمانها بقى الحاجات الثانيه دي ايوه لكن هو عارف اللي هو ضمان شهر وما مالهوش اصلا دي محروقه مره يعني أيوة. ربنا يا رب ييسر الحال والارقام بتاعتنا عايز اسمع برضو العروض تاني والارقام هتنزل دلوقتي عشان الناس تسجلها وبسرعه يا جماعه اول 100 متصل ان شاء الله باذن الله هيلحق العروض معانا العروض يا ست الكل احنا عاملين قلنا العروض عشان الناس كلها تخس معانا بطريقه امنه والناس اللي عندها مشاكل مش عارفه تخس هتخس معانا ان شاء الله ان شاء الله. دلوقتي معانا كورس الشهر اللي هو الاناسيليوم عليه تخفيض 40% وكريم بشره عشان يدينا نضاره وفيتامين دي ومعانا كورس الشهرين اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس عليه تخفيض 50% وكريم شهادة ترهلات وفيتامين دي ومعانا كورس الثلاث شهور اناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل اللي بيثبت معايا الوزن ومعاه كريم شهادة ترهلات وفيتامين دي ده غير ان المتابعه مجانيه يعني مش هحتاج اروح لاي مكان والتوصيل مجاني لكل المحافظات مفيش محافظه مش موجوده معانا يعني كل المحافظات موجوده معانا يعني حد امبارح كلمني بيقول لي يا شيف مستحيل التوصيل مجانا ده انا جبت كذا وقال لي مش عارفه 35 حتى لا وبعدين ليه. المحافظات البعيده دي بيبقى اصلا الشحن عليها وغير كبير يعني لو خدتيه مش خدتيه بتدفعي التوصيل لازم فلا هو التوصيل مجانا يا جماعه لاي مكان في مصر كلها الصعيد الشرقيه المنوفيه اي مكان بنوصل بيه مجانا ممكن تديله 10 جنيه تبسط من عندك انت يعني. طيب عايزين نسال سؤال برضو لان الناس كلها تقول لك طب ما انا هوصل للوزن المثالي وهخس مع الكورس هخلص الكورس واقفل الباب من هنا وهبتدي اكل واتخن تاني ايه الحل؟ لا طبعا مش هيبقى في المشكله دي لان هيبقى معانا قلنا الفينيل ده بيثبت معايا الوزن فانا مجرد حتى بعد ما اخلص وزني خالص يعني بعد ما كيلو نزلوا الفينيل ده بيخلي وزني يثبت ده غير ان انا طول ما انا كنت ماشيه على الكورس حجم المعده معايا قل اتعودت على كميه بقالي مثلا 3 شهور ماشية كمية أكل قليلة طبيعي حتى يعني أنا لو عندي إرادة الناس عندها إرادة مجرد ما أنا همشي فترة كبيرة وقادرة أكمل هتلاقيني خلاص أنا بعد كده ما بقيتش قادرة أكل كتير اتعودت خلاص وغير طبعا إن إحنا قلنا الفينيل ده بيثبت معانا الوزن فأنا مجرد ما وصلت للوزن ده خلاص أنا وزني ثبت مش هرجع للوزن اللي كنت فيه قبل كده ومش هيبقى عندي الشراهة اللي كانت عندي في يعني الأول. الحمد لله أنا خسرت من وزني 30 كيلو فمش هرجع تاني لا مش هرجع تاني وأحس إن معدتي صغرت فكمية أكل فعشان كده احنا بنقول الكورس بتاعنا بيكمل بعضه يعني حتى الناس اللي مثلا بتقول وزن قليل مثلا فبتلاقيها يعني بدل ما اقول له شهرين هيبقى الاحسن له انه ياخد 3 شهور لو هو عايز يثبت وزنه بس هو كده كده الوزن بينزل معانا. طب انا عايزه اطمن الناس برضو واسالك سؤال الكورس اللي هو شهر واحد ده بيخسس من كام لكام؟ بيخسس من 10 ل 15 كيلو والاثنين اللي هو الكورس من 20 ل 25 كيلو يعني اللي هو شهرين بيخس 25 كيلو ما شاء الله وبعدين احنا بندي بالحد الادنى يعني على حسب برضو قلنا كل جسم وكده كمان في ناس بتخس بالوزن ده من غير ما تعمل اي نشاط لو عملنا بقى نشاط حاولنا نخلي الاكل اللي هو الكميات القليله دي اصلا سعرات برضو فيه اقل لان كده كده هبقى شبعان بس برضو ينفع اكل كل اللي انا عايزاه ينفع اكل كل اللي انا عايزاه بس يعني لو الكميات دي قلت طبعا الجسم هينزل اكتر من احنا بندي رينج في الاقل يعني عشان لما اخس اكتر من كده احس ان انا مبسوط وعايزين نعود الناس برضو مش الاكل الصحي اللي هو مفيش زيت مفيش سمنه ناكل من كل حاجه بس كميه قليله يعني لو في بسبوسه لو في ماشي هو اهم حاجه مش الاكل الصحي ان هو صحي بس من غير زيت لا اكل البروتين والسلطه والدهون احنا لازم ناكل برضو لازم ناكل نشويات قليله ايوه طبعا وبرضو عايزه احلي ممكن مرتين في الاسبوع اخد قطعه بسبوسه قطعه كنافه يعني بحيث ان البني ادم ما يتحرمش لان الحرمان هو اللي بيؤدي للانفجار في الاخر انا محرومه من الاكل ف
فمعزومه النهارده. وبعدين كل ما الواحد وزنه بيزيد كل ما يبقى عنده قلنا شراهه في السكريات، مجرد ما هنلاقي الوزن يقل يعني انا برضو حتى كل ما بتلاقي الواحد مليان بتلاقيه عايز ياكل سكريات اكتر. صح. مجرد ما الوزن بينزل وسكر الدم ده بيقل معايا انا الشراهه ناحيه السكريات نفسها هتقل. وبعدين اكل بيجيب اكل يعني انا مثلا لما اكون قدامي طبق بلح فانا هقول ده انا هدوق. فلما باخد بلحيه مثلا بحس ان انا حصل استعداد عندي نفسي ان انا عايزه تاني، عايزه جسمي طلب تاني. فتلاقيني دخلت في واحد اتنين، لكن هي واحده مش غلط. ده غير طبعا ان بنفضل احنا ناكل وانا جسمي زي ما قلنا ما بيعرفش يفرق بين العطش والجوع. ممكن اكون عطشانه فاول ما اكل تلاقيني يعني اول ما اجوع اروح اكل على طول، ما انا ممكن جسمي يبقى عطشان بس ما بيعرفش يفرق. ايوه لو في ناس يعني لو جربنا كلنا، انا مثلا لسه واكلك شويه لقيت نفسي جوعت تاني ده بيبقى ممكن عطش، فاجرب اشرب ميه، مجرد ما اشرب ميه شبعت يبقى انا كنت عطشان. تمام. طب الميه على الاكل وانا باكل دلوقتي الوجبه بتاعتي صحي ان انا اشرب ميه؟ هو المفروض الاحسن يعني ان احنا نشرب يا قبل الاكل بنص ساعه يا بعده مثلا بساعه. بس انا بحس عشان ان انا الميه اثناء الاكل بتعمل امتلاء بتساعد مع الاكل يعني لو انا هاكل كميه صغيره مثلا وبشرب ميه فانا بطني بتتملي بسرعه. لا هي ملهاش علاقه لان الميه دي بتبقى تبع يعني بتنزل على الكلى وكده، لكن الاكل بيبقى في المعده. سبحان الله. فبالعكس طيب. حتى تلاقي الناس اللي هو بتشرب وهي بتاكل بيبقى عندها بطن. يعني أيوة فالاحسن فعلا. حتى من واحنا صغيرين يقول لك لا ما تاكليش ما تشربيش وتاكلي. طب عايزين برضو دلوقتي احنا خدنا الكورس تمام وعندنا سفره حلوه زي دي، ابتدي مثلا في طبق اطلع قطعه سمك وحبه سلطه جنبه وابتدي اكل. ايوه ابتدي اكل الحاجات اللي هاخد منها فايده اللي هستفيد بيها. هتلاقيني جيت عند الرز او الحاجات هو الرز برضو مش صحي، هو صحي بس هتلاقيني ابتديت اكل ممكن ما وصلوش واشبع وممكن تلاقيني كلت معلقه اتنين وخلاص على كده. وجسمي طالب معلقه او اتنين. هو أيوة. الجسم مش طالب كربوهيدرات لان خلاص الان المعده عندي مليانه. فهتلاقيني باكل اللي هو باكل كده برضي نفسي لكن مش هقدر اكمل. فالاحسن ان احنا فعلا نبتدي بالبروتين والسلطه والالياف وبعد كده نبتدي بقى ناخد النشويات او الكربوهيدرات يعني. حلو قوي. بس انا بنصح الناس دايما يرحموا جسمهم يعني احنا الجسم ده بيبقى امانه وشايلك. فما ادلوش بقى سكريات وادلو الحاجات دي وحملوا وزن زياده. وعايزه ارجع لحضرتك بسرعه لان في ناس بيبقى شايله على جسمها مثلا 10 كيلو وتقول لك انا مش تخين وهي لسه طبعا. ما ظهرش سكر ولا ضغط ولا ظهر ولا الحاجات دي. لا انا عايزه الناس دي تاخد الكورس. لا ال 10 كيلو وزن زياده بس هي مش حاساه، هي حاسه ان لسه صحتها حلوه. لسه صحتها حلوه بس هم ال 10 كيلو دول هم اللي بيجيبوا ال 20 بيجيبوا ال 30. انا مجرد ما من اول 5 كيلو اول 5 كيلو زدت لا المفروض خلاص انا يعني نزلهم. من اول ابتدي لازم انزلهم لاني مجرد ما سبت نفسي هتلاقي الشراهه عندي زادت، الاكل عندي زاد، لقيت نفسي خلاص كده ابتديت يجي لي خمول وكسل، بقيت ادخل في امراض فهاكل اكتر واقعد اكتر وحركتي هتبقى اقل. فانا من اول ما يبقى عندي مشكله في الوزن على طول لازم اعمل ستوب واشوف ايه مشكلتي واحاول احلها. طيب اخر سؤال معانا يا ست الكل، انا بحس بالنتيجه امتى؟ يعني انا دلوقتي طلبت الكورس عايزه بقى احس بفرحه اكافئ نفسي بقى ده من اول اسبوع. في ناس خست معانا من يعني في اللي خس 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو في اسبوع واحد. الله اكبر. يعني فهم بيبقوا مش مصدقين. ايوه والله وفي ناس يعني في ناس في اسبوعين خست 10 كيلو، في ناس بتبقى في شهر. فعشان كده بقول لك ان هو من شخص للتاني. بس كلهم في الاول كيلو في الأسبوع اقل حاجه 4 كيلو في الاسبوع بينزل معانا. حلو جدا. مفيش اصلا دايت او اي نظام غذائي او نظام رياضي بيوصل ل 4 كيلو. ايوه ده تلاقي الواحد ممكن يقعد اسبوع عشان ينزل كيلو خصوصا الناس اللي عندها مشاكل في الحرق. في اول الدايت ممكن كده. نورتينا. منوره بيكي يا حبيبتي. ودايما منورانا يا رب ومنوره مطبخ حريه كده. والله انا مبسوطه بيكي والله. بتزودي المعلومات الجميله كده وبتزينيه كده برزانك وجمالك وربنا يبارك فيكي يا رب. نورتينا منوره بيكي يا رب. الله يخليك يا جمهورنا. عايزين مني حاجه؟ كده طبخنا وحلينا. لا ما حليناش، هنشرب عصير. مش بس حلينا بالوجه الحسن. واستضفنا استاذه مها معانا النهارده، قالت لنا على كل الخبايا وكل الحاجات اللي عندها. يا رب الحلقه بتاعتنا تبقى كافيه ووافيه وتبقى وصلت لكم ان شاء الله. زي ما لقيتكم بخير هسيبكم ان شاء الله وانتم بخير. بكره باذن الله بكره هاجي لكم وانا وانتم بألف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.